لا جت تليفوني ضايع. شنو تليفوني ضايع؟ يعني انا ضحت صح. بلاوي اشياء اشياء مهمه. تعرضت النجمة الكويتية هند البلوشي لموقف صعب، وذلك عقب فقدان هاتفها المحمول. وفي التفاصيل، انتشر على موقع إنستغرام فيديو لهند البلوشي التقطته لها إحدى صديقاتها، وتظهر هند في الفيديو وهي حزينة وعلى وشك الانهيار والبكاء. وتتحدث السيدة في الفيديو قائلة إن هاتف هند البلوشي مفقود، لتتابع هند بأنه جديد ولم يكمل الشهر معها، لتعود وتتابع بأن ضياع هاتفها يعني ضياعها، لأن كل معلوماتها وما تريده عليه. وأضافت السيدة في الفيديو أن على الهاتف بلاوي. ومع انتشار الفيديو استذكر المتابعون علي يوسف، وتساءل عدد منهم عن موقف الفنان العراقي بعد اختفاء هاتف هند البلوشي، وعما إذا كان سيشمت كون هند تملك دلائل كثيرة على علي موجودة على هاتفها. وكانت قضية الفنان العراقي علي يوسف والنجمة الكويتية هند البلوشي قد شغلت المتابعين لأشهر، وذلك بعد إعلان هند زواجها من علي واستمرار زوجة الأخير على النكران قبل أن يخرج علي في بث مباشر ويطلق هند على الهواء مباشرة، لتعود هند وتكشف أن سبب كشفها على الزواج هو أن علي يوسف لم يثبت زواجه منها وهي كانت حامل ولم يسأل علي على الأمر، فاضطرت إلى إشهار هذا الزواج حفاظاً على كرامة آل البلوشي. وعاد علي يوسف بعد هذه الفضيحة التي صدمت الجميع ليعلن اعتزاله العمل الفني، ويدخل بعدها عالم عرض الأزياء ويشارك عدداً من الصور بملابس رياضية عبر حسابه على إنستغرام.